اللمبه زي دي كده لو ما فيش عندك نقطه سوداء بالشكل ده، ازاي تعرف ان اللمبه دي شغاله او مش شغاله، او تعرف ازاي النقطه السوداء دي او الابداع دي اللي حرقها؟ كل اللي تعرفه بطريقه بسيطه وسهله. كمل معايا الفيديو للنهايه. صباح الخير ومساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. النهارده جايين لكم فيديو جديد، ازاي نعرف اللمبه ديت اللي انت الحاله فيها وازاي نصلحها، كل اللي هنشوفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى انكم تدعموا باعجاب الفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصل كل جديد، ونبدا الفيديو بتاعنا. كل اللي هنكون محتاجينه طبعا اول ما نركب اللمبه كده بتاعتنا هيكون معانا حته حديده بالشكل ده او حته سلك بالشكل ده كده. السلك ديت هنجرب بيها اللدايه كده اللي ده اللمبه بتاعتنا ركبت. بنجيب بنسة او لو معاك جيفت يبقى تمام. عايز تاكد طبعا ان الدايه ديت لو الزهره معاك بنقيسهم واحده واحده كده، لكن عشان احنا اللمبه او النقطه السوداء دي الزهره معانا في الدايه ديت، اول ما بنعملها كده بتشتغل معانا كده اللمبه اشتغلت معانا ومفيش فيها اي مشاكل. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك بالفيديو واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لكل جديد. سلام.